الجامعة الأمريكية في بغداد، حيث تلتقي المعرفة بالمستقبل ويبدأ مستقبل الصيدلة. في كلية الصيدلة نقوم بتجهيز الطلبة بالمهارات والمعرفة والقيم الأخلاقية اللازمة للتميز في المجال الديناميكي للصيدلة السريرية. يشارك طلبتنا في التعلم العملي وإجراء البحوث وتطوير المهارات التي تشكل مستقبل الممارسة الصيدلانية. انضم إلينا في كلية الصيدلة وكن جزءاً من تشكيل غد أكثر صحة.